فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه يقبل الحق ممن جاء به، فمن رأيه بمن يقول إنه يحضر ويدرس عند المخالفين ونأخذ ما عندهم من حق؟ ما هم تدرس عندهم، لكن لا نبهوك على شيء هو صحيح اقبل، أما أنك ترك تدرس عندهم تقول أقبل الحق لا ما تدرس عندهم. نعم.